أوقات كتير وسط مواقف صعبة كتيرة بنعيشها بنكون محتاجين إننا نسمع كلمة تهون علينا أو نقرأ جملة في كتاب تريح قلوبنا عشان نقدر نعرف نكمل ونبتدي من جديد. والحقيقة إنه بعد أي ألم ممكن نكون بنحس بيه أو بعد أي مشكلة ممكن نكون بنمر بيها في حياتنا بنحتاج دايماً كلمة حلوة تطبطب علينا، ولأننا دايماً محتاجين نعرف إزاي نتعامل مع الضغوط ونفكر بشكل إيجابي. الحقيقة النهاردة علشان كل التفاصيل اللي شرحتها لحضراتكم دي هيكون معانا كتاب في منتهى الجمال، هيكون معانا النهاردة كتاب اسمه نعمة الألم، وحقيقي الألم نعمة وحقيقي إنه الإحساس نعمة، للدكتورة نشوى صلاح اللي هنعرف منها إزاي نقدر نغير نظرتنا عن المحن وعن الآلام اللي ممكن تكون بتمر علينا في حياتنا.